تركي ولا ولا جزائري ولا شاوي ولا رانا خاوه والجيش راه خونا خاوتنا ولا قايد صالح الخبيث الخبيث بيا عدينو للامارات حنا رانا زعامه حنا ما ناش بيا عند بلادنا كيما باعها هو بالمحروقات يا قايد صالح يا اللي ترقد بالويسكي الناس قايد صالح يتوج امارات الصحراء تجيب الامارات للصحراء وانت ما تجيش تدي يحارب عليهم ويديو الغزال ياكلوا وانت تاكل معاهم يا قايد صالح يا اللي بعت بلادك بعتها للامارات حنا ما نبيعوش بلادنا رانا مزلنا حتى نهار نموت ها خاين لاشتا لاشتا نموتوا نموتوا شهداء لاشتا صاحب الدم لاشتا نموتوا على بلادنا شوفوا روحوا كون هما كاش كافر نروحوا حنا نواسيوهم ولا ما يحميهم ما يجوش لنا يحاربونا وحنايا نحاربوا بلادنا حنا اللي نحاربوا بلادنا ماهمش الكفار باش نلقاو الطريق الطريق اللي يحاربونا بيهم بالقايد صالح محمد شرفي خدمنا نقايد صالح نكلي الناس
سفرانينا هيك سفرانينا وتورانينا الخريج مورس اينا ثوية زعدة ونتمورس يديسوش سفرانين اينا نكنيس ننظر بالليسك 62 نوني وبغينا السلاح وبغينا الخير وقدود الزايري نكني الناس باللي اينا لي جرجيريان بغان تيدلي بغانا اتود تمورس نكني نويد سيي نويد كاشكروت نويد كاشكروت وين كتبوطين نومن تبوطين اينا ذوبوطي غارة ذوبوطي غارة وشن غارة يدينا الساعة وشن غارة ذوبوطي وشن غارة ذوبوطي بشكل ما لا تكاشن شيء ما تكاشن شيء والله مزرع كما يتيد ماشي وين يقنوا من ذوبوطي أستكا ماشي تيدي كاشي ماشي تيدي كاشي أستكا كاسكروت أسيش صحتو وتبارك له فيك. اليوم نعيش في مسيرة برج بعرج الرافضة للانتخابات المهزلة انتخابات المسرحية. اليوم نقول للنظام وللسلطة الفعلية بأن آخر أوراق السلطة قد دعمتها من ابتداء من تاريخ 13/12 الحراك سيغير من منهجيته وسيرفع السقف من مطالبه لأن ما كان ممكنا قبل 12 أصبح غير ممكن قبل من بعد 12. إذن الحراك مستمر في سلميته وفي وحدته والدليل أن كل الجزائريين متمسكين بالسلمية ومتمسكين أولا وآخرا برحيل النظام. رحيل النظام شرط أساسي وإقامة دولة الحق والقانون بمشاركة الجميع وبدون إقصاء كما نندد بوسائل وبالطرق التي تريد أن تشوه منطقة كاملة وتشوه نضالها الديمقراطي أول وبعزلها عن الجزائر وهذا ضرب للوحدة الوطنية. ونعتقد بأن كل من يضرب الوحدة الوطنية فهو خائن. إذن كل من يحاول أن يعزل منطقة القبائل عن الجزائر فهو خائن. كل من يحاول أن يحشر منطقة القبائل فهو خائن لأنه يمس الوحدة الوطنية. كلنا شعب واحد وكل التمايز الثقافي فهو غنى وتكامل في إطار وحدوي. نحن شعب واحد ضد هذا النظام. عدونا هو النظام لأن النظام هو اللي أوصلنا إلى ما نحن عليه. هو الذي أفسد الأرض والعباد واللي هو الذي أفلس الدولة الجزائرية بعد كل الثروات 1500 مليار وبعدها طبع النقود. يعني الآن الدولة تاعنا راهي في إفلاس. الدليل باللي راه في إفلاس هو طبع النقود 1500 مليار وفي الأخير نطبع النقود. إذا هذا النظام فاشل كما قال أيت أحمد ربي رحمه سيتان بوفوار كوروبي كوريبتور ديفيزور. لازم يروح يرحل بدون مفاوضات، يرحل بدون نقاش، يرحل بدون عرض. السابق كنا نعرض عليه قال خلي البلد وخلينا نديروا الديمقراطية وراح ربي يسهل عليه. أما من بعد 12 ما كانش قال فوالا يطيح ونحاسبوه. مرشح الشعب ما يقدرش يقابل الشعب. يا هل ترى مرشح الشعب يحمي العسكر؟ يا نمار بركات من الحكم العسكري بركات الاستقلال. الشعب يطالب في الاستقلال. ما يسحقوش العسكر اللي يحمي البريزيدون. الشعب اللي يحميه البريزيدون يكون ولد الشعب ويحمي الشعب ما تحميش الدولة. يخرج يسخاوها معنا ونسلموا له على راسه هنا. هذا هو البريزيدون اللي نحوسوا عليه ماشي البريزيدون اللي ولينا ربي. داروا له كادر قلبوا لنا فخامته. احنا نقدسوا الدرابو كالدول المتطوره. ما نقدسوش احنا الاشخاص نقول لهم فخامته نسحقوا نقدسوا الاعلام اللي ماتوا عليه مليون ونص. الاعلام نقدسوا الاعلام ما نقدسوش الاشخاص نقدسوا الاعلام ماتوا عليه مليون ونص شهيد. بعد نجاح اسقاط الانتخابات في ظاهر الجعفره وهي فخر لولايه برج بعرج وفخر لكل الجزائريين نحن مستمرون من اجل اسقاط هذه المنظومه الفاسده. من لم يستطع تنظيم انتخابات في قريه من قرى الجزائر لن يستطع تسيير هذه البلاد. وشكرا. Yeah.
مازلنا في الميدان، مازلنا رافضين لهذه المهزلة تاع الانتخابية، مازلنا رافضين العصابة، مازلنا رافضين تجديد عصابة البوتفليقية، مازلنا رافضين لهذا الأوامر اللي راهم يمدوهم. حتى ديروا في بالكم حتى تطلعوا رئيس، حنا ماناش رايحين نستعرفوا به، ما يحكم فينا ما سمحوش عليه. حنا عندنا مطالب تاوعنا لازم نلحقوا. المطلوب الأول هو التبعية الفرنسية، المطلوب الأول هو إطلاق سراح كل مساجين الرأي، والمطلب الثاني إبطال هذه الخدعة وهذه المهزلة تاع الانتخابات وتسليم السلطة للشعب ورحيل كل هذا النظام الفاسد وكل ما كان يشارك مع العهدة الخامسة مع بوتفليقة وكل ما كان في السلطة من قبل. بإذن الله نحن مستمرون في الميدان، لا نقف حتى نبني الجزائر من جديد. الجزائر للشعب ليست ملكا لكم، الجزائر لنا اليوم ولا غدوة كما حبيتوا. احنا السلاح تاعنا هو السلمية، انتم عندكم طيارات، عندكم نجارات، عندكم كلش، احنا عندنا السلاح الوحيد هو السلمية. وبإذن الله نفوز عليكم وعندنا ربي سبحانه معنا، بربي ان شاء الله كيما اليوم ان شاء الله نسترجعوا بلادنا ونبنيوها على حقيقه ونمدوها لاولادنا ان شاء الله ويلحقوا عليها الاجيال ان شاء الله ويبنيوها ثاني كيما حبينا. هذه هي الوصايه تاع الشهداء اللي ماتوا على هذه البلاد، بربي ان شاء الله ما نسمحوش فيهم. والسلام عليكم ورحمه الله.